الحادي عشر من نوفمبر تاريخ له دلالة في الحياة الكويتية ففي مثل هذا اليوم قبل خمسة وخمسين عاما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت على دستورها البداية من يناير عام 1962 حينما انتخب الكويتيون مجلسا تأسيسيا ليتولى وضع دستور الدولة وينظم السلطات والحريات وكانت أول مهمة قام بها المجلس التأسيسي هي تشكيل لجنة أعداد مشروع الدستور التي ضمت خمسة أعضاء وبعد 23 جلسة تم إحالة مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس لمناقشته وإقراره ليتم الإقرار بالإجماع وصادق الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه إليها وتم إصداره بالصورة التي أقرها المجلس ويتالف دستور الكويت من 183 ماده موزعه على خمسه ابواب وتوضح المذكره التفسيريه التي تعتبر بمنزله العمود الفقري لمواد الدستور التصور العام لنظام الحكم في البلاد وتفسير كل المواد التي قد تخضع لاكثر من تفسير او اجتهاد. وتاتي احكام الدستور في مجملها لترسيخ الاسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشاتها من حيث الاعتماد على اسس الشورى في تصريف جميع الامور اليوميه والمستجدات الطارئه